بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا يكرمه ويكفي منزله. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الخير والافات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها عن صغير من جميع خيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نسي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وسيلة وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما حللناه من لا إله إلا الله، وما استغفرناه من قلناه من يا الله، وما صليناه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة حسنة منا واصلة، ورحمة منك نزلت وبرقة شاملة، وصدقة متقبلة من حق محمد بها إلى هدف سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أبائه من النبي والمرسلين والملائكة المقربين، وكرب وإلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقية وقرابة والتابعين والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم سبل مثلث وبذلك إلى أرواح وإحسانك من يتمنى هنا بسبابه، وخصوصا إلى روح المرحوم جفا بن أهمال وصله وفروعه ومن يتسيب إليه أجمعين. اللهم اجعله فكك لهم من النار، ونجاة لهم من النار، وسترا لهم من النار، وفداء لهم من النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح ولدنا ومشايخنا وجميع المسلمين من شارك الأرض إلى مغاربها. اللهم جوف شهائفنا وشهائف وسادات الحاضرين ووالدهم أمهاتهم يحرسون رضوان، وادخلنا وإياهم في فسح الجنان. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا بديع السموات والأرض يا ذو الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من قبل القبر والخلود إلى جنتك جنة الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودخلنا الجنة يا أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبلنا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.